اتعلمت المهنة ديت من 66. وأقدم واحد في السن الأول دلوقتي حاليا، وأكبر واحد في السن الأول بالنسبة للمهنة بتاعتي. مهنة مكوة الرجل. مكوة الرجل. ليها زبونها لغاية دلوقتي؟ آه لحد دلوقتي. ليها زبون لحد وقتنا هذا. وبتجي من الشرقية برضه. لحد وقتنا هذا. وانا شغال من زمان في المينا، وبيجي ناس من كلهم اغراب من اعظمهم من الشرقيه والسين باللوايه، انما انا من 66 شغال فيه. كنت في اسكندريه، اسكندريه كنت في سيدي بشر والعصافره وسيدي مرسى ابو العباس والانفوشي، يعني كنت في الانفوشي برضه هناك والمعموره وميدان الساعه. كل دي اماكن اشتغلت فيها مكوة رجل. والعوايد اشتغلت فيها. انا علمت ابني المهنه دي لان ما هيش وراثه، لا انا خدتها هواي والحمد لله، والمحل بتاعي ماشي، وابني عايش منها وانا عايش منها، كلنا عايشين منها، العيله كلها عايشه منها والحمد لله. ما عنديش ان هي كانت صعوبتها كانت في الاول كانت صعبه، انما لما انا مارستها بقت عادي بالنسبه لي عادي. وزنها قد ايه؟ 15 كيلو، الفرد 15 كيلو. فردة المكوة 15 كيلو. واحنا مطلوبين المكوة دي مطلوبة لمازال مطلوبة. ماليش دعوة بقى بخار، أنا عندي سكة بالبخار بخار. باجي الساعة 8:30 أفتح الدكان وأولع البابور وأرش قدام الدكان وأبتدي إيه؟ الشغل الساعة 9. أروح الساعة كام؟ أروح بعد المكوة. وعارف ليه الا المكوى الرجل بالذات، لا مش اي ما مش معنى اي حاجه اخش عليها، لا مش كل قماش له حراره، كل جلابيه له حراره. يعني عندي عبايه سمراء مثلا زي دي عايزه حرارتها تكون ضعيفه، لان فيهم قصون صوفي على عكس المكوى الثانيه. في صوفي يستحمل المكوى السخن، وفي قماش ما يستحملش المكوى السخن. العمر بتاعها او لا؟ ملهاش عمر، هي مدى طويل. يعني بتعمل واحدة مرة واحدة وخلاص على كده؟ ده القطير ديت من صاحبها مات من 47 وانا خدتها.